أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. تفاصيل مثيرة وخطيرة هي ما نشرت مؤخرا في بعض وسائل الإعلام حول المقترحات التي طرحها مؤخرا وزير الخارجية الأمريكية جون كيري على القيادة الفلسطينية، مقترحات تركزت بالدرجة الأولى على الجانب الأمني، وجاء فيها بقاء السيطرة الإسرائيلية على المواقع العسكرية الحالية في غور الأردن لعشر سنوات قابلة للتجديد بدلا من العشرين سنة التي أعلن عنها سابقا، وإقامة محطات للإنذار المبكر على قمة جبل العصور في الضفة الغربية وهو ثاني أعلى قمة بعد جبل الشيخ، مقترحات يرى فيها النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية تبني واضح للرؤية الإسرائيلية بأن الأمن هو أساس كل الاتفاقات وهو أمن إسرائيل وليس أمن الطرفين. الحديث عن الأمني هو عدم الحديث عن السياسي وتحويل القضية الوطنية والقومية إلى ترتيبات أمنية. عمليا عندما نتحدث عن الأمن نتحدث عن الاحتلال، إعادة إنتاج الاحتلال، تسمية جديدة للاحتلال، عدم الحديث عن الحدود، عدم الحديث عن السيادة، عدم الحديث عن الاستقلال، عن الحديث عن الدولة حقيقية متواصلة قادرة على الاستفادة من ثرواتها ومعابرها. عندما نتحدث عن الأمن عمليا نتحدث عن سيطرة، إخضاع، ونتحدث عن إعادة إنتاج للاحتلال ونسميه كما تريد، سميه دولة بحدود مؤقتة. قال رئيس الوزراء رامي الحمدلله أن جمهورية الصين لعبت دورا أساسيا في دعم القضية الفلسطينية منذ نحو ربع قرن عبر تقديم العديد من المشاريع التطويرية والتمكينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبدوره قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الصين أول دولة غير عربية اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا للفلسطينيين قبل 25 عاما، متعهدا بمواصلة الدعم للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات. نحن نعول كثيرا على تعزيز هذه العلاقة مع دولة كبرى عضو في مجلس الأمن، خصوصا وأن هناك يجب التوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة التي دعمتنا فيها الصين من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك أيضا في مقاربة جديدة لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصيغة تشبه جنيف 2 أو صيغة جنيف التي اتفق عليها في السابق. في الشأن الداخلي، طالبت حركة حماس الرئيس محمود عباس إلى الدعوة إلى عقد اجتماع وطني لتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون هو رئيسها. وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق في منشور له على صفحته على موقع الفيسبوك إننا لا نحتاج إلى اتفاقيات جديدة ولا إلى شروط إضافية، نحتاج إلى مبادرة من الرئيس أبو مازن بالدعوة إلى اجتماع وطني لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتحمل مسؤولياته بالمهام المتفق عليها للحكومة. في موضوع آخر، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتش إن الفساد في الأراضي الفلسطينية بات أوهن من بيت العنكبوت على حد وصفه، وأن الفاسدين ملاحقون في كل مكان وعلى كل المستويات. وشدد النتش خلال مؤتمر الشكاوى الأول الذي عقد برام الله إن الهيئة ستواصل العمل حتى الوصول لمجتمع خال من الفاسدين، وأنها مستمرة في استقبال الشكاوى من المواطنين والمسؤولين على حد سواء. نختم الموجز بهذا الخبر. احتفلت مؤسسات وشبكات أهلية فلسطينية اليوم في مدينة البيرة بإطلاق مجلس تنسيق العمل الأهلي الذي يهدف لحماية وتعزيز استقلالية العمل الأهلي وبناء قدراته والحفاظ على صورته. وقال رئيس الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية نصفة الخفش إن إطلاق المجلس في الوقت الحالي له أهمية في توحيد الجهود والتنسيق بين المؤسسات الأهلية الفلسطينية وتطوير العلاقات الداخلية على مستوى المؤسسات الأهلية. الخطوات الرائدة والنوعية والفريدة في تاريخ العمل الأهلي الذي له تاريخ كبير في فلسطين من أجل مواجهة سياسة بعض الممولين الذين يقومون بعملية ربط تمويلهم بالتمويل المشروط السياسي من أجل وقف هذه السياسة.
إلى هنا نصل إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.net. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.